السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان هذا المساء، نبدأها بالعناوين. اتفاق بين الحكومة والجبهة الثورية على إرجاء تعيين المجلس التشريعي والولاة. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يعلنان دعمهما للسلام والاستقرار بالبلاد. إصابة العشرات في حريق بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري. أهلا بكم. كشفت الجبهة الثورية عن اتفاق بينها والحكومة على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي والولاة إلى حين التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وبحث وفد من الجبهة الثورية برئاسة توم هاجو مع عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي مستقبل مفاوضات جوبا بين الحكومة والحركات المسلحة. وقال توم هاجو إن الجبهة الثورية حريصة على مناقشة كافة القضايا ولكن في الإطار المتفق عليه. وبشر هاجو بأن عملية السلام تسير إلى منتهاها وأنهم يطمئنون الشعب السوداني بأن الاتفاق سيكون في مصلحة البلاد والمواطنين. من جانبه أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباش التزام الحكومة بتنفيذ اتفاقيات السلام الموقعة مع حركات الكفاح المسلح بجوبا. أعلن رئيس بعثة يوناميد جيرمايا مامابولو دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لعملية السلام في السودان. وقال رئيس بعثة يوناميد لدى لقائه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إن تحقيق السلام الشامل وترسيخ الاستقرار بالبلاد يمثل أولوية خلال الفترة الانتقالية. وأوضح عقب اللقاء أنه أطلع رئيس مجلس السيادة على جهود الأمم المتحدة في دعم بعثة السلام في دارفور والمساعدة في دعم الأطراف غير الحكومية في مناطق النزاع للمشاركة في عملية بناء السلام، خاصة النساء والنازحين، وإسماع صوتهم في قضية السلام وتمثيلهم في العملية السلمية، مشيرا إلى ضرورة توحيد رؤى الجميع حول أوضاع النازحين بالمعسكرات. أعلن السفراء للمجموعة الأفريقية لدى الخرطوم دعمهم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدين دعمهم للجهود الرامية لإحلال السلام بالسودان. وجاءت تصريحات سفراء المجموعة الأفريقية عقب زيارتهم للفاشر اليوم. وقال السفير الكيني بالسودان أرون إن أن الدول الأفريقية ستستمر في الوقوف بقوة مع السودان حتى يتم رفع اسمه من قائمة الإرهاب. ومن جهته أكد السفير التنزاني بالسودان استمرار القارة الأفريقية في مناصرة السودان حتى يتم إزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وإلى ذلك أعلن المستشار السياسي للسفارة المصرية بالخرطوم محمود الخطيب استعداد مصر لتقديم منح دراسية للطلاب السودانيين من ولاية دارفور بالجامعة المصرية. أتمناهم على الأحوال الأمنية والأحوال الأخرى بالولاية، وفعلا هم تأكدوا لنا وقفتهم الجادة والكبيرة مع الشعب السوداني بصفة عامة وشعب ولاية شمال دارفور، وكذلك أكدوا لنا وقفتهم وحرصهم على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأنا أفتكر أن احنا نسمي هذا الدور ونشيد بهذه الوقفة. رحب حزب تحرير السودان الأم بعودة وفد الجبهة الثورية برئاسة نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان واللواء خميس جلاب إلى البلاد. وتوقع الحزب أن تمهد العودة الطريق أمام تحقيق السلام الشامل. وقال الأمين العام لحزب تحرير السودان الأم بالخرطوم محمد حسين إسحاق في تصريح لسونا إن عودة وفد الجبهة الثورية سوف يسهم في حل قضايا البلاد، مناشدا عبد الواحد نور وبقية قادة حركات الكفاح المسلح إلى الانحياز للسلام والالتحاق بمنبر التفاوض في جوبا. وأشار إلى أن كل الظروف مواتية لجمع صف أهل السودان والقضاء على الحرب ومسبباتها بعد التغيير الذي حدث بثورة ديسمبر المجيدة. أصيب اليوم عدد من الأشخاص جراء حريق شب في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري. وترجح تقارير أولية أن الحريق نجم عن انفجار عبوات غاز وتحول إلى حريق ضخم في مصنع سيلا للسيراميك، وامتد أثره إلى المباني المجاورة بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، الأمر الذي زاد من حصيلة الأضرار
وأيضا استشهاد البعض ونقل أيضا مصابون إلى مستشفى بحري. وصفت لجنة أطباء السودان المركزية الإصابات بالمتفاوتة، وكانت قد ناشدت الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى مستشفى بحري التعليمي للمساعدة في إسعاف الحالات الناتجة من الانفجار. مشاهدينا، ومعي عبر الهاتف العميد عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة. سعادة العميد، مرحبا بك. حادث مؤسف اليوم في المنطقة الصناعية بالخرطوم، وتحدثت الأخبار عن سقوط عدد من الضحايا وأيضا عدد كبير من حالات الإصابة. دعنا أولا نقف على هذا الحدث. وقع اليوم في المنطقة الصناعية في بحري بمصنع لإنتاج السيراميك. نتج عن هذا الحادث حريق كبير ضخم يعني، وعدد من الضحايا. الحصيلة الأولية حسب شرطة الدفاع المدني والجهات المختصة كانت ب 23 قتيل. نسأل الله أن يتقبلهم قبولا حسنا وأن يلهم آلهم وذويهم الصبر وحسن الأداء. أيضا هناك إصابات متفاوتة بين الحرجة والطفيفة لعدد يزيد عن 120 إصابة. هذه الحصائل الأولية مرشحة بالتأكيد للارتفاع في كل وقت، وذلك لفداحة الحادث ولامتداد آثار الحادث الذي نتج مبدئيا عن أو في لحظة تفريغ غاز من عربة مزودة بالغاز لتفريغها في خزانات أرضية داخل المصنع، وبالتالي انتشرت النيران بكثافة، وعلى الفور تمت التطبيق لشرطة الدفاع المدني التي هرعت إلى مكان الحادث، وبفضل الله وتوفيقه رغم الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات إلا أنه تم السيطرة على الحريق، وكان من الممكن أن تكون الخسائر أفضح من ذلك بكثير. ولكن قدر الله ولطف، وهذه هي ملامح الحادث. نعم سعادة العبيد، يعني تكررت مثل هذه الحوادث بالذات حوادث ناجمة عن انفجارات الغاز، هل يعني يدعونا ذلك للحديث عن مدى وجود السلامة في المناطق الصناعية، يعني عدم الاحتراز من وإجراءات السلامة الموجودة في مثل هذه المصانع، خاصة أن هنالك تأثر لعدد أيضا من المصانع القريبة منها؟ برأيك هل هنالك عدم اهتمام بإجراءات السلامة؟ في الحقيقة يعني لا يمكن أن نطلق هذا الموضوع على عموم، هناك بعض الجهات تلتزم باشتراطات السلامة، وفي المقابل هناك جهات أيضا لا تلتزم بهذه الاشتراطات، ولكن الفيصل أن تقوم الجهات الرقابية ومنها الدفاع المدني بالمراجعة، وهذا ما يحدث. تتم مراجعات دورية للمناطق السكنية والمناطق الصناعية وكل مناطق تجمعات الإنسان لاشتراطات السلامة والحماية المدنية، ولكن إذا يعني ثبت أي تقصير أو جاءت أي بلاغات فبالتأكيد تقوم السلطات المختصة بالإجراءات اللازمة، وربما تكون هذه أيضا بعض المراحل لمراجعة هذه الاشتراطات ومراجعة اللوائح بشكل دوري حتى يتم إعمال أكبر قدر من اشتراطات السلامة، وتكون الأولوية القصوى هي الحماية المدنية وحماية الأرواح، لأن خسائر الأرواح كما تعلمين هي خسائر فادحة ولا تقدر بثمن، وبالتالي من المؤكد أنه إذا كانت هناك تراجع أو قصور في اشتراطات السلامة من قبل الجهات التي تقوم بذلك أو السلطات المختصة بالمراجعات، فينبغي أن يتم ذلك بشكل يعني حاسم وعادي. نعم أشكرك سعادة العميد عمر عبد الماجد الناطق الرسمي باسم الشرطة، وضحتنا في صورة الحدث. تقبل الله الشهداء وشفى الله الجرحى بإذن الله.
قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك انه يتعين تضمين قضايا المعاقين في خطط الحكومه لتكون في قلب اجنده التنميه المستدامه. وبمناسبه اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه، قال دكتور حمدوك عبر تغريده على حسابه الرسمي بالفيسبوك وتويتر ان قضايا الاعاقه ليست ثانويه وبحاجه للتعبير عنها بوضوح في اطروحات الثوره والتغيير. ويحتفل العالم باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 1992، وهو يقع ضمن حملة 16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة، وتختتم باليوم العاشر من ديسمبر ومن كل عام، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان. وتأتي احتفالات هذا العام تحت شعار تعزيز دور ذوي الإعاقة في المشاركة والقيادة. أكدت عضو مجلس السيادة الانتقالي عائشة موسى دعم الدولة لثقافة الطفل، وبحثت لدى لقائها المدير التنفيذي لمؤسسة بادر لثقافة الطفل الفاتح علي محمد دور المؤسسات المهتمة بثقافة الطفل في إحداث التغيير المطلوب. ووعدت عضو مجلس السيادة الانتقالي بمساندة إنتاج البرامج الخاصة بالأطفال أو بدراما الأطفال وكتب قصص الأطفال من أجل أحداث التحول المنشود. من جانبه وصف المدير التنفيذي لمؤسسة بادر لثقافة الطفل الفاتح علي محمد اللقاء بالمثمر، مشيرا إلى أنه تناول تعزيز ثقافة الطفل ودورها في إفشاء السلام خاصة في مناطق النزاعات لتحقيق سلام عادل وشامل ينهي الحروب والنزاعات في السودان. قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية دعما عينيا للفقراء والمتأثرين بالحرب والأرامل بشمال كردفان، شمل 50,000 من الحقائب الغذائية والتمور ضمن أنشطته التي ينفذها بالبلاد. وقال رئيس مركز الملك سلمان للإغاثة بالسودان بخاري حبيب الله إن البرنامج يستهدف مناطق النزاعات والنزوح بالبلاد لدراسة حالة المستهدفين وتقديم العون والدعم لهم في المجالات الإنسانية كافة، مشيرا إلى النشاط الإنساني الواسع الذي تنفذه المنظمات والمراكز الإغاثية التي تدعمها المملكة العربية السعودية بالسودان من منطلق العلاقة الأخوية الراسخة التي تربط شعبي البلدين. المشروع يحتوي على 50,000 سلة غذائية و 100,000 كرتونة في كل ولاية السودان، يستهدف كل ولاية السودان. نصيب ولاية شمال كردفان أكثر من 6,000 كرتونة من التمور وأكثر من 3,000 سلة. اليوم نحن بدأنا مشروع توزيع التمور العينية في الولاية لكل محليات الولاية، أكثر من 6,800 كرتونة من التمور، يستهدف الأسر التي عندها مشكلة في الأمن الغذائي ومناطق النزوح والفقر.